رائد القبة الذي استقبل مولودية الجزائر في قمة عاصمية احتضنها ملعب الخامس جويليا الذي كان قبلة لمحبي الناديين. الرائد حاول منذ البداية فرض منطق لعبه بمحاولات عديدة لكنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب وتشكيل الخطورة على مرمى حارس المولودية شعال. الدقائق تمر والجديد لم يأتي لتبادر بعدها المولودية إلى الهجوم وحاولت نقل الخطر إلى الجهة المقابلة، فبعد محاولة أولى أخرجها الدفاع بصعوبة إلى الركنية، ركنية أتت بالجديد بعد أخذ ورد داخل منطقة الجزاء ثم الإبعاد من قبل الدفاع الرائد الذي لم يكن موفقا في الدقيقة 26 بعد رأسية من زيدان مباركو الذي عرف كيف يخادع حارس مرمى القبة ويفتتح باب التسجيل للمولودية. رد القبة كان واضحا بعد الهدف حيث بحثوا عن هدف التعديل، فكانت هذه المحاولات التي لم تختتم كما اشتهاها الأنصار. المولودية تشعر بالخطر وتبحث عن هدف الأمان والنيل من عزيمة أبناء القبة، وهنا يظهر محمد سويبع الذي تمكن من بلوغ الشباك مرة ثانية لصالح المولودية في الدقيقة 28. شوط أول ينتهي بالثنائية. الشوط الثاني من المباراة حمل هدفا ثالثا للمولودية والثاني لمحمد سويبع بعد مضي 4 دقائق لعب، ومولودية الجزائر تضمن لنفسها مكانا في الدور 16 حيث سينزل أشبال عمروش ضيوفا على ممثلي الكرة الججلية فريق فيلاج موسى. جميل يرتكب خطأ أمام فريق السابق.